بشد حيلك معي أنا سما. كلياتنا منحب نكون ناجحين ومتميزين ومندور على وصفات للتميز سهلة وجاهزة، وقلال منا يلي بيدركوا إنه ما في وصفة جاهزة للتميز. في شغل كتير وبياخد وقت طويل لنقدر نكون متميزين، ويلي بيدركوا هذا الشيء هن الناس اللي بيكونوا متميزين. طيب في وصفة طويلة وبدها شغل ممكن تفيد يلي عن جد بده يكون متميز؟ ايه في؟ اسمعوا الخطوات التالية واشتغلوا عليها لتكونوا متميزين وناجحين بالمجال يلي بتسعوا فيه، إن كان مجال شغل أو دراسة. البداية بتكون بالتحرر من طريقة التفكير الجمعي، والتحرر من أكبر عدد من القيود يلي بلفها المجتمع والناس على رقبتنا. بهي الحالة رح يكون الإنسان حر، والحرية هي ركن من أركان النجاح. بعدها لازم نتعرف على حالنا، شو منحب، شو منكره، وين بدنا نكون بعد فترة من حياتنا، شو مؤهلاتنا لنكون بهذا المكان، شو نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا. وانطلاقاً من الصورة يلي منكونها على حالنا منقدر نحط خطتنا لنتميز. وبهذا الجانب لازم يكون عنا إيمان إنه نحن منقدر نوصل لنتميز، وتكون ثقتنا بنفسنا عالية. من الخطوات الأساسية للتميز إنه ندير الأمور بعقلنا، ونعرف كيف نفعل قدراتنا يلي جواتنا ونطالعها لبرا على شكل إنجاز عملي، وما نأجل هالشي ولا نأخره. مثلاً أنا بعرف أني بقدر أرسم وعندي فكرة لوحة، فمباشرة لازم أشتغل على أني حولها من فكرة للوحة حقيقية. وهون كمان الوقت بيلعب دور، يعني استثمار الوقت والاستفادة من كل دقيقة فيه شي كتير مهم لنكون متميزين. الخطوة يلي بعدها أنه ما نفكر بالطريقة التقليدية، يعني مثل ما بيقولوا نفكر خارج الصندوق ونكون مبدعين بأفكار جديدة ومبتكرين لإنجازات جديدة. ومنرجع للوحة، بهي الحالة ولطبق هي الخطوة لازم نفكر كيف عبر عن لوحتي بطريقة جديدة وما لها مستهلكة من قبل. كمان نحول كل شيء سلبي لإيجابي، مثلاً نكب على اللوحة قهوة أو شاي واللوحة خربت، بس ممكن استخدم هي البقعة كلون وكمكون من مكونات اللوحة. ومن أهم خطوات التميز تطوير الذات بشكل دائم. أنا كرسامة لازم دائماً أبحث وأتعلم وأجرب وأكتسب معارف وخبرات جديدة. ممكن بعد فترة أتعلم أسلوب تاني بالرسم، بعدين أتعلم النحت والتصوير. خلوا ببالكم إنه المعرفة ما لها حدود، وكل ما زودنا حالنا بالمعرفة منكون عم نمسك بإيدنا أدوات أكتر للتميز. الخطوة الأخيرة اللي بدي أحكي لكم عنها هي بناء علاقات اجتماعية قوية قائمة على الاحترام والاهتمام المتبادل مع الناس، لأنه دعم يلي حوالينا هو دافع كتير قوي إلنا ومقوم مهم من مقومات التميز. أكيد هاي مو كل الخطوات، بس هاي الخطوات اللي فيكن تبلشوا فيها طريق التميز، واللي وقت بتبلشوا فيه بتصيروا تعرفوا كيف تكملوه، وما بيكون وقتها في داعي حدا يدلكن على باقي الخطوات. ولا تنسوا انه كل واحد فينا عنده جينات مختلفة عن التاني، هاد معنى انه نحن بالفطرة متميزين، بس بضل نحن نشتغل على الموضوع. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.